في كرفانة اللي 3 سنين بالمخيم. الكرفانة فيها رطوبة، فيها بتصير تدلف عليك مي بالشتاء، بالصيفية درجة حرارتها بتوصل فوق 45 درجة. الفكرة ببساطة هي عبارة عن استخدام رمل من أي مكان أنت موجود فيه، وكياس بلاستيك وأسلاك شائكة، تستخدمهم مع بعض وتبني شلتر أو مسكن لإلك خلال وقت كتير قصير وبتقنيات كتير بسيطة. السوبر أدوبي هي تكنيك اخترعها مهندس إيراني، عشان كانت هي بالبداية كانت بروبوزل لمشروع على المريخ. ببداية المشروع وقت اللي جينا يعني ما عنا فكرة كيف بدنا نعمر الهاي، عنا خبرة أما بيضل يعني ناقصه خبرة الواحد شيء مو مشتغله. حبينا نطرح هاي الفكرة كأوكسفام، ضفنا مكتب أو مكان لمركز أوكسفام المجتمعي بالقطاع الثامن. بناء زي هاد بيأمن ظروف معيشية كتير أفضل لأي شخص ساكن بمخيم أو حتى بمكان دائم. بنتمنى نحن لو مثلاً بالمستقبل يستبدلونا هالكرفاني. حاب لما أروح سوريا أعمل بيت زيه، أنا مع بيتنا مهدم بسبب الحرب، وحاب أعمل هيك بيت لإلي وأقعد فيه وأنا أسكن فيه.